طبعا هذا الملتقى هو عبارة عن نقلة نوعية لجامعة الفنون التشكيلية بالكلية التقنية العليا. هذا الملتقى طبعا سنوي يقام كل سنة في طبعا كل أنواع الفنون تقام في مكان واحد، نجمع الفنون التشكيلية من جامعات الفنون التشكيلية من كليات والجامعات الأخرى المؤسسات الأخرى علشان يجوا يشاركوا في مكان واحد، اللي هو كل شخص أنا يأخذ خبرة من مكان آخر، أو كل شخص ممكن أنه يتعلم أو يميل إلى فن آخر في هذا الملتقى.